till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. صباح الخير مشاهدينا. للأسف اليوم فترة الصباحية معكم قصيرة جدا، لأنه رح يكون في بالمبدأ جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبنان صوب الساعة 10. رح نستفيد من كل وقت اللي عنا إياه. الفقرات رح تكون موجودة. بدي أذكركم بس إنه في عنا سوشيال ميديا تشانلز إذا بتحبوا تتواصلوا معنا، على تويتر، على إنستغرام، وطبعا جروب ام تي في لايف على فيسبوك. هلا بتعرفوا كمان انه اليوم عين على خبريه مش كتير حلوه، وفاه الممثل روبن ويليامز. بقى ما راح يكون في مسز داوتفاير الجزء الثاني اللي كنا بانتظاره. هالممثل الرائع يلي كان عنده افلام مهمه جدا كان عم بيعاني من الاكتئاب بالفتره القليله قبل وفاته. ما بعرف ليش هالاشخاص يلي بيوصلوا لمحل ما بقى بيعرفوا ينبسطوا بالحياة، بتصير صعبة لما يكونوا أنجزوا كتير إشياء. نحن رح نشتغلوا لروبن ويليامز، بس رح نفكر بمشاكلنا نحن اللبنانية اليومية. شو رأيكم نبلش الحلقة بالتقرير اليومي؟ اليوم نحن بالكاسليك، ورح نسأل الزوار إذا بفضلوا يشتروا أو يعملوا التسوق تبعهم من المحلات، يعني بالأسواق المفتوحة من الكاسليك الحمراء إلى آخره، أو من المولز. فخلينا نشوف التقرير تبع منى جلوان. لا مول، انه هيك اهين وبلا هالشوب والقرف هذا الشوب. بالمول لانه ابرد. بالمول كمان بالمول. وين ما كان مهم جيب شي معي على البيت. دونك ما بتفرق معي. هون وبالمول. بالمول اكثر. يعني انا بفضل هون اكثر من المول. لا 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 اكيد اهين بالمول. بيلتهوا الاولاد شوي، جعنا بنقدر ناكل، شوبنا بنشرب بنبوري. ومنصف باركينج واحد هون، كل ما بتصفي محل 3000 وجري. هيك ما بعرف اكثر بال يعني برا اكثر من جوا. لا. مع بدايه فصل الخريف بعد شوي راح يكون في الام تي في لايف بالطل الجديد اللي عم نحكيكم عنه. صلنا هيك فتره قصيره. بذكركم بس انه فيكم تشتركوا معنا اذا حابين تجوا لعنا على كوكينج مثلا، تفرجونا شو بتعرفوا تطبخوا، هيك نحن والشيف بنتفرج عليكم بنتعلم منكم وبندوق اكلتكم. هيدي بخصوص كوكينج. نفس الشيء لفيديو جاج، اذا عبالكم تبعتوا فيديوز اخذتوها للاصدقاء للعيله بيضحكوا كمان رح نبثهم. واري لوكينج يلي هو فقره كنا وقفناها بس طلبتوا نرجع نستعيدها، فهي رح تسمح لكم انه تغيروا اللوك تبعكم مع اخصائيه. بقى هولي قريبا جدا مع فصل الخريف، بعدنا بالصيفيه. صباح الخير الي. هاي البخ، كيفك؟ تمام. زعلت على روبن ويليامز؟ اكيد كنا عم بقول على الخبر على بكره. انا بتعرف اخبار التكنولوجي باي ذا واي بيطلعوا اكثر شيء بيصيروا يزيدوا بين فتره يعني بعد العشاء بالليل وبيضلوا لعبكره صوب 6 ونص 7 كل الاخبار بيكونوا عم ينكتبوا، لانه هذه الفتره بامريكا لما بيطلعوا بيكونوا عم يوعوا. فكنا عم بقرا يعني كم خبر واكيد تفاجأت شوي. انا اي واز بيج فان لمس داوت فاير وحتى فلوبر يلي كان برودكشن بعتقد زمان غلطان لديزني مع الممثل الراحل. يس. طيب خلينا لكن نبلش نهارنا مشاهدينا مع باركود. بدوي كم بدي اسالك، انت بتفضل الشوبينج بالمول ولا بتعرف انا عم بقلب عم بلش ارجع اروح على المحلات وانا نفس الشيء. ليك فيها غير هيك. اول شيء بتصف باركينج واحد، يعني انا بعكس ال تتمشى، يعني فينا نتمشى شوي اكزاكتلي لانها بتشتاق لها شوي وتمشي بين العالم، ومش انه على طول مول واماكن مسكره يعني، وخاصه بالصيفيه حتى لو اوقات كان في شوب. يعني لاحظت كمان انه الخدمات خدمه الزباين عم بتكون احلى بالمحلات، يعني بينبسطوا فيك، بتحس حالك عم بيستقبلوك بمحلهم. ف في ما بعرف حتى وبتعرف ليه، لان كمان اليوم في كثير محلات وتجار لبنانيه، يعني ما عم بحكي عن ماركات عالميه، تجار لبنانيه بيكونوا موجودين بهالاسواق التقليديه اللي بنعرفهم من الزلقه للحمراء للكاسليك. فكل هول وفي بانتلييز كمان، فكل هول وقت بتكون عم تقطع فيهم
اول شيء بتلاقي قطع وفرنش بيك، بتلاقي قطع كثير انه ما انا كثير كوميرشال، مش انه صحيح. اوكي في منها وين ما كان، لا قطع كثير حلوه صحيح. سعرها كثير منيح والكواليتي كمان كثير منيحه يعني. فهول هول الشوارع انه لذيذ يعني. اذا بنبقى بس بالمولات ما بقى بنعرف شو عم بيصير، لانه الماركت موجوده بالمولات ما بتمثل الماركت كلها الموجوده. كل المولات عم بيكون عندهم تقريبا المحلات متشابهه يعني، من ديسبلاي ل ميرشندايز موجودين جوا. يعني مش حنفوت بقصص فاشن وشوبينج، رح نروح على باركود. كيفك انت والهيدفونز؟ شو بتسمع؟ يعني بتفضي هول الاير بلاجز الصغار ولا بتجي بتغطي الدينه مع الكاسك هلا بعرف انه الكاسك افضل للسمع، بس الايرفون الوحيد اللي بستعمله تبع التليفون هو الايرفون مع الايفون يعني. يس مع الايفون. اليوم الترند بما انه كل شيء عم بيصير فيه 3D printing، الترند انه كمان يخصصونا هالايرفونز تبعنا لك لأي درجة. فكل مطلوب اليوم في شركة اسمهم Own Phones، بتصوروا الأذن تبعكم ومن بعدها بتبعتوا هالصورة، رح نكون عم نشوفها أكثر بالفيديو، بتبعتوا هالصورة من خلال الابليكيشن الموجودة وبيطبعوا لكم هالإيرفون بحسب شكل الأذن تبعكم. يعني من ناحية الفيتنج وكيف رح تزبط على الأذن فيكم تكونوا أكيدين إنه هي مش رح توقع. لما تيجي هاي المشكلة اللي بنعاني فيه كلنا يعني، إنه ميلة زابطة ميلة مش زابطة وهي ما عم تزبط علي، بجرب غير موديل غير ديزاين. فاليوم أول شيء هون عم نحكي عن 3D printed earphones يلي كمان من ناحية ديزاين من برا بما إنه هي رح تكون عم تجي على الأذن، فينا نحن نكون عم نتحكم بالديزاين يعني، ان كان من مجوهرات فينا نكون عم نضيف عليها او حتى فينا نكون عم نعطيها الشكل يلي نحن بدنا اياه بما انه هي عم تنطبع 3D printing. هلا من اهم المميزات عم تلاحظوا انه اتس كوردلس يعني وايرلس، ما فيها ولا كيبل، عم تستعمل البلوتوث تكنولوجي يلي هي 4.0، وانا عم نشوف على قد كيف بدها تكون عم تجي. ايتمار هو الفاوندر، وكنا عم نشوف بالبدايه شوي بالفيديو يلي قطع انه كيف كنا عم نصورها من خلال سمارت فون نبعتها على الابلكيشن. كل كومبوننتس موجودين جواتها رح يكونوا عم بيقدمونا كواليتي صوت فريده من نوعها، وخاصه وقت بدنا نكون عم نحجب الضجيج بيكون موجود برا. ليه بدنا نحجب الضجيج؟ اذا موجودين على الطياره وما بدي اسمع الضجه كلها تبع الطياره، اكيد بيهمني يكون عم سكر على كل هالصوت والضجه الموجوده. ولكن بنفس الوقت اذا انا موجود بمطعم عم بسمع موسيقى، بس اذا اجى حدا وحكاني بدي يكون عم بسمع صوته، في يكون عم بسمح انا لهالصوت يكون عم بيقطع واتحكم باي انواع صوت بدي يكون عم بسمعها لاقدر الغي النويز من ميلي، الغي الضجيج يلي بيشوه لي المتعه بالموسيقى، ومن ثاني ناحيه نكون عم في ضل عم يعني في تجاوب انا والعالم. وهي كتير مهمة كمان ألبير للناس اللي بيستعملوا البايكس درجات الهوائية، يلي كمان كتير وقت نكون عم نسمع موسيقى نحن وعم نتمرن، إذا كنا عم نتمرن يعني عم نعمل جوجينج على الطريق، وكتير مهم إنه نضل عم نسمع السيارات حوالينا، بس هيك إنه بحال حدا عم بيزمر لك يا ما في حياة لا سيجنال، عم يضلك واعي على اللي عم بيصير حواليك. Exactly. هون إذا انتبهت شوي كانوا عم يفرجونا كيف هالديزاين عم بيختلف بحسب كل فرد، لأن انت وقت تسوي الأذن رح تبعت صورة ورح يعملوا لك إياها كاستمايزد. في شغلة أنا كتير حبيتها قطعت بريفلي بالفيديو وبترجع بتقطع بعد شوي، هن الألوان. إذا انتبهتوا كان في لون عم بيضوي عليها من برا، لما حتى فينا نكون عم نشوفها بهيدي الصورة، هاللون يلي رح يكون عم بيضوي على البيت رح يكون عم بيعطينا إنديكيشن إذا نحن متوفرين لنكون عم نحكي مع الناس أو لا ما عم نسمعهم. كتير اوقات انت بتوصل بتكون عم تحكي مع واحد يعني بيكون هو حاطط الايرفون بتصير تنقزه اخر شيء انه اخي وطي الصوت بدي احكيك. فاليوم مع هول خلص صرت تفهم انه اذا احمر ساعتها دغري بتروح بتنقزه ما بتحكي، والاخضر انه هيز افيلبل يعني انه فيك تكون عم تحكي لهذا الشخص او اذا عنده فون كول. يعني عم نحكي عن بلوتوث تكنولوجي بهالحاله، فهي رح تكون عم تدمج اكيد. معقول صار بدنا ضوء احمر لنقول للناس انه مشغولين وما تحكوا معنا؟ ستاتس بيزي. على كل حال بتعرف انه نحن بنشتغل بالتي في الايرفونات اللي عم نستعملهم هن كمان مصبوبين على دينينا. Exactly. بس مش 3D printing، هيدي تقنيه اولد سكول اولد سكول بس ناجحه جدا. واليوم وقت نحكي عن 3D printing بما انه ذكرتها، الفكره الاساسيه من 3D printing انه الفرد يقدر يتحكم بالديزاين، يعني يكون في كاستمايزيشن يعني نخصصها بالاسلوب يلي نحن بيناسبنا. فاليوم بهالديزاينز الصغيره اذا بتكون في كم صوره هلا نكون عم نستعرضهم سوا، فينا نحن ننقي الديزاين من برا كيف بدنا نعمله. يعني مش انه اوكي عم بشتري ستاندرد تمبليت هيدي اوكي هل موجود وبدي اشتريها، يا اما بالشكل التقليدي. هول اذا كنا عم نحكي عن بيسك ديزاينز بدنا نروح على قسم المجوهرات، يا اما نفوت اكثر بعالم الفاشن، فينا نكون عم نبتكر الاشكال يلي بدنا اياها. اليوم التكنولوجي لان كثير اوقات بنلاحظ خاصه وقت نحكي عن هيك بروجيكتس من ناحيه ديزاين ومن ناحيه فاشن، كل محبين الموضه بيقولوا لك ايه اوكي حلوه كتكنولوجي بس انه ما كثير بتتماشى مع نمط حياتنا العصري يا اما مع الاوتفيتس تبعنا. فهون لا مبينه اكثر مثل حلقه اذا بدك، وفيك تكون عم بتحطها وبنفس الوقت هي ايرفون يعني.
نايس. Alright. هالبروجكت باي ذا واي بلش على الانترنت. اثنين المشاريع اللي بدي احكيكم عنهم هن بلشوا على الانترنت وحصلوا على كراود فاندينج, يعني حصلوا على دعم من ناس قد ما كان في طلب عليهم. مثلا هو الاون فونز نحن عم نشوفهم سعرهم هو ان فاكت كانوا طالبين الناس اللي ابتكروا هالمشروع 250,000 لليوم صاروا مجمعين 500,000 يلي هو مبلغ كتير كبير. تاني ايتم رح نكون عم نشوفه ألبان ننتقل على تاني ايتم هو اسمه سكالي. سكالي بارحة كانت عم تاخد ضجة كتير كبيرة بعالم الانترنت. هي أول سمارت موتورسايكل هلمت. ليه نحن بدنا سمارت موتورسايكل هلمت؟ هالفيديو اللي رح نكون عم نستعرضه سوا رح يكون عم بيوضح لكم شوي صورة أكتر. بداية أنا عم نحكي عن هيدز أب ديسبلاي HUD نحن بنقله, يعني حتكون عم تعطيكم عدد كتير كبير من الإديوكيشن قدامكم على هالهلمت من دون ما تكون عم تحجب عنكم الرؤية. يعني تسميت بطريقة كتير ذكية لتكون عم تعطيني أنا السرعة الديستنيشن التريب اللي أنا رايح عليها, وأهم من هيك عم تعطينا رير فيو كام ب 180 درجة. وقت نحكي 180 درجة عم نحكي يعني أنتم عم فيكم تشوفوا كل شيء وراكم. بقلت لي ألبير أنه في استعمل المرايات لكون عم بتطلع لورا, ماني بحاجة لهالهيدز اب ديسبلاي. بس بين انه كل مرة بدك تكون عم تطلع انت بالمرايات عم تخسر حوالي ثانية تقريبا من تركيز عم بتحطه على الطريق. وتكون عم نحكي عن درجات, بعتقد الثانية هي كتير مهمة لان الثانية ممكن تغنيك عن حادث او ممكن تكون عم بتكلفك حياتك اوقات. فالفكرة اليوم من هون انطلقت, والفاوندر تبع هالمشروع هو تعرض لحادث مشان هيك قرر انه بيكون عم بخلق هالبروجكت لان انا رح يحل لي كثير مشاكل. وتبين انه المشكل ما انه بس لحاله كان عنده, انما هالمشكل هو عدد كثير كبير من محبي هالرياضه وهالدرجات هن بحاجه هيك بروجكت. فعم نحكي عن هيدز اب ديسبلاي, عم نحكي عن رير فيو كام, بيضافي لعدد كثير كبير من الفيتشرز فينا نرجع ندور عليهم بحلقه لاحقه. عشان ما تستعمل التكنولوجي لنصير نسرع اكثر او نحط حياتنا ب وقت تسرع. باي ذا واي ما بيعود فيك تستعمل التليفون فيه لهيدا, ات بلوكس ذا فون. هو المفروض ات بلوكس ات من 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 اول كيلومتر بالساعه بتمشي فيه. ايه اذا بدك. ثانكس لي, ثانك يو فيري ماتش. بدي اذكركم انه بفاميلي بعد شويه موضوعنا رح يكون عن الناس اللي بيحبوا يتعروا بالمجتمع, اكزيبيشنست بنسميهم. هذا موضوع فاميلي بعد شوي. هلا رح نكون مع اوتو فوكس وبعدين ورك اوت, برجع لكم بعدين.